مرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات الحبيب الاطفال. بص بقى جبت لكم معايا ايه النهارده. ايه ده؟ واو، ادي بيضه انجري بيردز. بصوا شكلها جامد ازاي يا ترى. بقى هنلاقي فيها مفاجاه ايه جوه؟ تعالوا بقى نفتحها ونشوف يا ترى مكتوب عليها سوبر سربرايز، كمان صالحه الاطفال في سن 3 سنين. الله، انا متشوقه قوي. يا ترى بقى هنلاقي ايه جوه؟ اول حاجه بقى شلنا الكفر اللي عليها، اوكي، وبعدين هنفتح بقى. ايه ده؟ بصوا ده فيها حلويات، شكلها جامد جدا، اللون الابيض والازرق والاخضر. واو، دي سويتس طعمها جامد جدا. تاني حاجه بقى معانا، في كمان ستيكرز عليها، هنا ستيكرز الاربعه انجري بيردز، شكلهم متعصبين ومتضايقين قوي. واو، في واحده لونه احمر واصفر واسود، وبص البيضه اللي تحت دي شكلها يجنن، دي ستيكرز فظيعه. وبعدين معانا ايه ده؟ ايه ده؟ الله، بصوا ده زرار ممكن احنا نحطه بقى على الهدوم بتاعتنا، في البنطلون او في التيشيرت، هيكون فكره جامده جدا. بصوا عليه هنا بقى الانجري بيردز ومعها اتنين بقى اصحابها. الله، برضه شكلها جامد جدا جدا جدا، ممكن نعمل بقى فيها، هنحطها حتى عندنا في الكراسه، هتكون شكلها جامد قوي. واو، بصوا بقى في سويتس كتيره وحاجات حلوه قوي طلعت في المفاجاه بتاعت البيضه بتاعت انجري بيرتي. اتمنى ان هي تكون عجبتكم. بليز قولي لي بقى رايكم بقى فيها في الكومنتات. بليز متنسوش انتوا تعملوا ايه، لايك وسبسكرايب عشان يجيلكم كل جديد من فيديوهات رعايه الاطفال. توحشوني يا اصحابي، باي باي.